السؤال الثاني، أحسن الله إليكم، أخ تزوج ووالداه لم يرضيا هذا الزواج لأن أصول زوجته تختلف من أصولهم، فيريدان منه أن يتزوج بثانية من بلادهم إرضاء لهما، ولكن هو لا يريد الزواج بثانية لأنه يخشى أن لا يقدر على ذلك وأن لا يعدل، وفي نفس الوقت يخشى من الإثم إذا لم يطع والديه، فهل يجب عليه أن يتزوج بثانية إرضاها لوالديه؟ بارك الله فيكم. وفيكم بارك الله. لا يلزمه أن يتزوج بالثانية إذا كان يرى أنه ما يستطيع يعدل أو ما عنده نفقات كافية أو ما عنده حق بيت كافي، فلا يلزمه، لكن ممكن يقول لهم إن شاء الله سيسر الله وننظر امرأة تناسبنا في المستقبل، تحاول يموه عليهم، وإن يسر الله له في المستقبل بامرأة يرتضيها فذاك، لكن لا يتعجل. أنصحه أنه يتأنى ما دام أن ما عنده عزم ولا عنده نشاط للزواج الثاني، أنصحه بالتأني.